ايه وضع التعامل في البنوك الربويه في موضوع الحوالات فقط من الخارج، ولا توجد طريقه اخرى لتلقي المال من زوجي الا البنك بحواله بالاسم بدون لا مانع من حساب؟ ذلك شرعا. الحواله بتتاخد اللي بيجي لك زي ما بيجي لك وياخده اجر الحواله اللي بتعمل، فلا تمام، مانع من جزاكم ذلك. الله ما ذلك خير. بنقول ان البنك مش كل حاجه فيه حرام. تمام.